الهيئة الخماسية التي قامت بهذا التحقيق، وأصررنا على فصلهم من الحزب. ولذلك فإن مشروع القانون المقدم أرى أنه صالحاً وبيتضمن من الضوابط والمبادئ والأسس التي تنظم حسن عمل هذه الجمعيات بما يتفق ويتواءم مع النصوص الدستورية وما يحقق صالح الأمن الوطني المصري. وبناء عليه سيادة النائب بنوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ. شكرا سيادة النائب. السيد النائب محمد الحسين. حاضر يا إيهاب. حاضر حاضر. أنا كنت المفروض تتكلم أنت بعد بقى. حاضر حاضر. اسمك جاي اسمك جاي. حاضر حاضر حاضر. ما أصلا مش مكون المجلس لا يمكن يتكلم كله من حيث المبدأ، يبقى أن احنا هناخد شهر كده. فضل يا حسيني. بسم الله الرحمن. فضل يا حسيني معبرا عن حزب الوسط. فضل. لا احنا الدرجة الثالثة. اللي بيشجع مصر في وسط القاعة اهو. يلا احنا الدرجة الثالثة اللي بيشجع مصر في جميع الاحوال، بس لا بنضرب شماريخ ولا طوب. انا عايز اتكلم على الجماعات الاهلية بالبلدي. احنا عانينا من قانون 84 ل 2002 من بعض العصابة المفترية اللي عملت حكومة جوه الحكومة، وشفنا بعض الجماعات الأهلية اللي أنا بقول عليها عصابة، عصابة حقيقية خربت في الدولة بالقانون. لما أجي النهاردة كمواطن وألاقي النهاردة مجلس النواب المحترم بيشرع قانون لتحكيم بعض العصابة المفترية اللي أنا دايماً أقول عليهم لعيبة محترفة بالقانون، لعيبة ضد المواطن الغلبان، ناس تربحت على الفشل اللي حصل في الدولة. عشان كده كمجلس نواب احنا حريصين نقفل كل الاتجاهات امام الفشلة والمترصدين بالوطن. خلي بالكو الجمعيات قويت بشكل غير عادي وقت سقوط الدولة بالقانون الفاشل بتاع 84 ل 2002. النهاردة بنعمل قانون جديد، اللي يعترض على القانون ده بما يرضي الله هو ضد الوطن والمواطن. عشان كده بقولك احنا كدرجة ثالثة مشجعين الدرجة الثالثة اللي مع الناس في الشارع مش بتوع المقصورة ولا لعيب المحترفين. وهو اعطيت عني انا بفرق بين اللعيب المحترف ما بيلعبش في منتخب مصر. احنا لعيبة وطنيين بنشتغل لصالح الناس الغلابة. ده مشروع يتحط تحت بند يحيى المواطن الغلبان. وشكرا. شكرا. ولكن اؤكد عليك اولا يعني اللاعبون المصريون وطنيون سواء كانوا في الخارج محترفين او في الداخل. وبهذه المناسبة أنتهز الفرصة لأهني المنتخب على الفوز الذي حققه بالأمس. وأؤكد عليك تاني يا حسيني، أنت ذكرت أن بعض القيود، لا القانون لا يفرض قيود. القانون كما ذكرت هو قانون لحوكمة الجمعيات، هو قانون إفصاح وكشف بيانات. أنا ما بقولوش حاجة، انا بقول له افصح اكشف وانفق.